بسيط، هو بالنسبه له الهيونداي زي اللامبورجيني، الاثنين بعاد عنه، انت فاهم؟ يعني الفكره عامله كده. بس فانما المواطن مش هيزعل من ده، بالعكس ربنا يزيده يا عم. لو الناس على القهوه يعني متضايقين منه ليه؟ انا مثلا واحد يقول لهم متضايقين منك ليه؟ عشان جبت عربيه. هات عربيه تاني. البوصله بتاعتي هي الجمهور. يعني مثلا اتصورت مره نزلت صوره عربيتين اشتريتهم، والدنيا قامت، ولقيت بعض الزملاء اللي ينزل صوره مع عربيه 128 واللي ينزل صوره مع كذا ولقيت كم هجوم غير طبيعي. انت كان ايه المغزى اصلا انت تنزل صور العربيه؟ هقول لحضرتك. حلوه حضرتك. حلوه حضرتك. انا اللي حدد علاقتي بجمهور. انت عارف ليه انا بسالك كده؟ للناس دي كتير تقول لك ايه هو بيعمل كده ليه؟ ما انا هقول بقى. عايزين نعرف انت بتعمل كده ليه؟ بالظبط. الفكره انا حددت علاقتي بجمهوري منذ بدايتي. قلت انا علاقتي بجمهوري، في كل واحد بيختار العلاقه. ممكن واحد يقول مثلا انا عايز جمهوري ما يشوفنيش غير ممثل، ما يشوفش حياتي الشخصيه، مش دعوه ببيتي ولا بعيالي ولا حياتي الشخصيه. في واحد تاني يقول لا، انا شخص شايل كل الحواجز اللي بيني وبين جمهور، عايز اشاركهم في كل حاجه. يعني انا اشتريت عربيتين كنت بحلم اشتريهم من وانا طفل. فرقت مراتي على العربيتين، وفرقت امي، فرقت اخويا، فرقت جمهوري. إذن أنا جمهوري بمثابة دول. يعني إذن أنا بس خلي بالك مثلا أنت يعني الحاجة ومراتك وأخوك وأولادك دول أكيد هيفرحوا لك مهما جبت أو مهما كان معاك. في ناس ممكن تفرح لك جدا وتتبسط بنجاحك وشايفة أن أنت كنت واحد منهم وربنا كرمك فبتركب عربيات حلوة. خلي بالك برضو أنه البني آدمين في حتة جواه منه ممكن يقول لك اشمعنى وبيبصوا مثلا. اكيد انت بتقابل بس ناس انا كتير اللي كده. اكتشفته من هذه التجربه انه انا عمري ما قابلت واحد في الشارع شفت في وشه ان هو متضايق ان انا مثلا ان في عربيه لامبورجيني معديه من جنبه. مثلا لو سواء تاكسي او سواء ميكروباص او عمري ما، بل بالعكس ربنا يزيدك يا نجم، مش كلام كده. اكتشفت ان اللي زعل من اللامبورجيني اللي راكب بي ام 700. والله اللي معاه زيها. لان لا، اللي معاه عربيه اصلا حلوه جدا برضه، انت فاهم؟ انما المواطن البسيط هو بالنسبه له الهيونداي زي اللامبورجيني، الاثنين بعاد عنه. انت فاهم؟ يعني الفكره عامله كده. بس فانما المواطن مش هيزعل من ده، بالعكس ربنا يزيده يا عم. لو الناس على القهوه يعني متضايقين منه ليه؟ انا مثلا واحد يقول لهم متضايقين منك ليه؟ عشان جبت عربيه. هات عربيه تاني وضايقهم تاني. انت